ده بالنسبه لايه؟ للسريبرا. نيجي بعد كده يا جماعه، قلنا هنا اهو في عندي كوربس كالوزا، عندي بقى هنا بقى الفراغ ده هنا اهو اهو، ايوه تمام، عشان السي اس اف في فراغ اهو، شايفينه اهو واضح جدا اهو الفراغ ده، ده اسمه لاترال فينتريكل. كل هيمسفير اهو في فراغ داخلي اهو اسمه لاترال فينتريكل، وزي هنا الناحيه الثانيه يعني في اثنين لاترال فينتريكل، ده مليانين سي اس اف، ده مقوس كده اهو شايفينه اهو كل الاحمر ده كله، ده اسمه ايه؟ لاترال فينتريكل. مهم جدا، ده تجويف او فراغ داخل الهيمسفير اسمه لاترال فينتريكل. في كل هيمسفير في واحد اه، ده اللي هو ايه؟ يبقى ده بص اهو اسمه ايه؟ لاترال فينتريكل. تمام. بعد كده ننتقل للجزء الثاني اللي هو برين ستيم، جذع المخ. الاثنين دول جزئي البرين ستيم اهم يا جماعه اهم. ايوه هنا اهو، مهم جدا يا جماعه، ده جذع المخ. ثلاث حاجات في العمل هنا اهو، سواء كده او كده، الاثنين واحد اهو. من اعلى اهو، حط انا ثلاث دبابيس اهم. ثلاث دبابيس عشان تبقوا عارفين الاجزاء الاول اهو، اخضر واحمر وازرق. ومن اعلى لاسفل. الاخضر الصغير ده هي اصغر جزء اللي هو ايه؟ ميد برين. ميد برين. اه الاخضر ده اللي هو ايه؟ ميد برين. الاحمر اللي في النص المنتفخ ده اهي البونز. وبونز بي تقيله. بي بنسل. اه. والزرقه الكبيره ده دي ايه؟ مضله اوبلونجات. دول سهلين جدا خلاص؟ نيجي بعد كده. احط هنا السيربيلم هنا اهو كده اهو ورا في قناه الميد برين، شايفين في خط الميد برين ده اهو، في قناه من جوه اهو شايفين اهي واضحه اهي اهي شايفين ده اهي، دي قناه اسمها ايه؟ اكويدكت، سيريبرال اكويدكت. طيب فوق الميد برين يا جماعه اهو المنطقه ده اهي شايفين ده اهي المنطقه ده اهي، دي اسمها الصلمص. اه يبقى هنا تاني. احنا قلنا احنا فهمنا احنا مضله برونجاتا بونز ميد برين اهو. فوق الميد برين المنطقه ده اهي. دي اسمها الصلمص. مع هذا مع الجو مع كذا. كل اه ولا تحتيها يبقوا صلمص، بس دي الكبيره دي اسمها الصلمص اكبر جزء. ولا برضه حتى الحرف هذا صلمص. اه كله. تمام؟ في بقى بين الصلمص ده والتاني في فراغ. صغير اسمه سيرد فينتريكل. اه اللي هو ايه؟ احط هنا اهو الصلمس ده والصلمس الثاني اهو شايفين اهو بالاثنين حاليا ما عمل كده اه، يبقى انا بفتحه. واضح. ايوه هو صغير. تمام؟ في قناه هنا بقى صغيره هنا اهو الحمراء ده اهي بتوصل بين السيرد والفورس. الفورس اهو. هنا الفورس اهو. دكتور كده 100 القناه دي اسمها ايه اهو؟ شايفين يا جماعه؟ في عندنا هو ثلاث دبابيس تانيين اهو. احنا شفنا ثلاثة من قدام. ها. ثلاثة اللي قدام قلناهم اللي هم ايه؟ ميد برين وبونز ومضلة. هنا بقى صلمس اكويدكت وبعدين اللي هو فورس فينتريكل. دي اللي هي ايه؟ ثلاثة اللي هنا في ست حاجات هنا اهو. قلناها برين ستيم. ثلاثة قدام من شوية ميد برين وبونز ومضلة. ثلاثة قدام من دلوقتي اللي هم الصلمس اكويدكت وبعدين اللي هي الفورس فينتريكل. هذا الفينتريكل موجود بين السيرابيلم وبين البرين ستيم. يبقى في عندي هو تو لاترال فينتريكلز، واحد هنا وواحد هنا اهو. سيرد فينتريكل واحد بس وبعدين فورس فينتريكل واحد بس، اسمهم ايه؟ الفينتريكلز اوف ذا برين. اثنين لاترال والسيرد والفورس. ده بالنسبه ايه؟ بالنسبه لبرين ستيم. اخر حاجه في الجهاز العصبي اللي هو السيرابيلم المخيخ. السيرابيلم ده حاجتين، هيمسفير اللي هو ده اهو، ده الهيمسفير واحد تاني اهو زيه الناحيه التانيه اهو اثنين، وده الفيرمز اهو، ده اللي هو الكبير ده عامل زي الشجره ده اهو شايفين ده اهو اسمه ايه؟ فيرمز. حطوا مع بعضهم كده اهو يبقى ايه؟ يبقى ده اللي هم الهيمسفير والفيرمز اهم اه.
الفيرمز اللي هو الجسم بتاعه في النص، بس هنا مقطوع اهو في القطاع اهو، يبقى ده هذا الفيرمز. لو دبوس هنا هتقول ايه؟ فيرمز اوف سيرابيلم، ده اسمه ايه؟ مخيخ سيرابيلم. لا ما فيرمز اوف سيرابيلم. طيب تمام. لكن ده بقى ده اهو ده ايه؟ ده بقى ايه غير ايه ده الهيمسفير بقى، بس اسمه ايه؟ مش هيمسفير ده اهو، ده سيريبرا، لكن ده سيرابيلر هيمسفير. تمام. نيجي بعد كده بقى هنا اهو الفراغ ده هنا اهو اللي هو المنطقه دي هنا، بس هنا مقصود هنا ده اللي هو الفورس فينتريكل، يبقى ده اللي هو ايه؟ اللي هو السيرابيلم في حاجتين مهمين، الفيرمز والهيمسفير. ننتقل بعد كده للسباينال كورد اللي هو الحبل الشوكي. حبل الشوكي، وفي عندي هنا هو قطاع برضه في السباينال نيرفز. المخيخ قطاع. قطاع